متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. فيديو جديد النهاردة وتطبيق جديد من تطبيقات الصوت بالذكاء الاصطناعي. وتطبيق النهاردة مميز ليه؟ لأن التطبيق بيحول البودكاست إلى فيديو، يعني مش بتشغل بالك بإن أنت تخلي الشخص يتكلم أو إن أنت تجيب شخصين وتحطهم قصاد بعض بحيث إنهم يردوا على بعض، وتشغل نفسك بكل هذه الأشياء التقنية. أنت بتاخد البودكاست بتاعك وبتبتدي إن أنت ترفعه، وبعد كده بتبتدي تختار الأفاتار وبتولد بيه فيديو. طبعا هرجع أقول لك زي دايما ما بقول لك كل مرة، مفيش موقع هيديك بالذكاء الاصطناعي خطة مجانية، يعني 100% أو حتى 50%. الخطط المجانية بتكون محدودة إلى حد كبير، هيكون مفيد اكتر في الخطه المدفوعه، ولكن مفيش خطه مجانيه. في خطه مجانيه وبيقدم لك 3 فيديوهات في الشهر، ولكن بيكون لك وان كاستم افاتار، افاتار واحد فقط بتقدر ان انت تستخدمه، وايضا بيكون ليميتد ومحدود في حاجات ثانيه كتير. ولكن انا بسلط الضوء عليه، لربما البعض قد يحتاج يوم من الايام لو كان المحتوى بتاعك معتمد على البودكاست بشكل كبير، فهيكون سهل جدا ان انت تحول اي بودكاست ما بين 2 الى بودكاست عبارة عن فيديو كامل شخصين بيتكلموا. مش بس كده، في امكانيات تانية كتير ممكن هو يعمل لك حاجات كتير. لو دخلت على الرابط الموجود في اللينك اسفل الفيديو لموقع جوج اي اي، الموقع اللي هيغير مفهوم البودكاست اللي هيتحول بعد كده لفيديو بسهولة، وهيوفر طبعا وقت ومجهود، وكمان بيدعم العربية، هتلاقي فيه ادوات كتيرة جدا، وهي ادوات بتعمل افاتار فيديو، توكينج فوتو، صورة شخص بيتكلم زي ليب سينك، وايضا تقدر ان انت تعمل بقى الاون افاتار بتاعك، تقدر ان انت تعمل كويك اد لبرودكت معين لمنتج معين تعمل له اعلان. في ايضا اهم اداه جاي اتكلم عنها النهارده هو الفيديو بودكاست. والفيديو بودكاست لو دوست عليه هلاقي فيه امكانيات كبيره جدا، ممكن ان هو يعمل لك هو نفسه السكريبت اللي انت هتستخدمه في البودكاست من الاول خالص، نفترض ان انت ما عندكش الاوديو، وممكن كمان ان انت ترفع السكريبت، ابلود السكريبت، وممكن الابلود الاوديو نفسه، وده اللي انا النهارده هجربه معاك بشكل عملي. وهنا لو انت هتجنريت السكريبت، انت بتحدد اللانجوج، بتحدد الفيديو ديوريشن، بتحدد ايضا الديوريشن دير تيرن في كل مره قد ايه، يعني كل شخص هياخد وقت قد ايه في كل دور، وفي سامبل لو انت عايز تجرب على اساسها. وهنا بالنسبه لليو ار ال، لو انت عندك يو ار ال تقدر ان انت تحطه، وهنا انت بتعمل البودكاست من خلال يو ار ال لويب سايت او يو ار ال ليوتيوب او بي دي اف او لونج تكست، يعني كل الحاجات دي موجوده زي ما احنا شايفين. احنا هنروح للابلود اوديو، ولازم يكون حجم ملف الصوت ما يزيدش عن 10 ميجا بايت، ويتفضل كمان يكون اقل من 10 ميجا بايت، وبيدعم ال WEV وال MP3، وده اللي بيخلينا نقدر نستفيد من نوت بوك ال ام ان احنا نعمل البودكاست. وكانت المشكله ان انت عندك البودكاست صوت بس، فلو خدنا البودكاست اللي تم توليده باستخدام نوت بوك ال ام اللي دلوقتي بيدعم البودكاست باللغه العربيه، ورفعته زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض، ابتدي ارفع البودكاست بتاعي، هيبتدي يتعمل له ابلودنج. وطبعا هنا البودكاست between two speaker فقط، وده الديفولت او ده اللي احنا دايما بنشوفه. بعد كده بتبتدي تقول next، وهتبتدي تختار من الاشخاص او الشخصيات الموجوده. أنا عندك قدامك عندك التوك شو وعندك الريموت دايلوج. لو دوست على الريموت دايلوج في امكانيه ان انت تختار من الافاتارز الموجوده، وزي ما قلت لك انت ليك وان كاستم افاتار، ممكن تروح تنشئ الكاستم افاتار. بروح اختار هنا مثلا الستيكر 1، هبتدي اختار الستيكر 1. تعرف البودكاست الخاص بنوت بوك ال ام بيكون ما بين فيميل وميل، وبالنسبه للستيكر 2 بتروح تختار الستيكر 2 ايضا وليكن الشخصيه دي، وانت هنا رفعت الملف بتاع الاوديو، وعندك كمان السبتايتلز ممكن انك انت تفعل وجود السبتايتلز على الفيديو، ممكن لا، انا بفضل ان انا ما افعلش السبتايتلز. وبعد كده هبتدي ان انا ادوس ريندر. الموضوع هياخد حوالي 5 دقايق او 3 دقايق، هو هيقول لك 3 دقايق وانت حاليا موجود في الصف. هرجع بعد ال 3 دقايق نشوف مع بعض النتيجه النهائيه للبودكاست.
أهلا بيكم في تحليل معمق جديد. النهاردة في موضوع كده عامل كلام كتير، الوكلاء الذكاء الاصطناعي أو الـ AI agents. أهلا بيكي. فعلا الموضوع ده مهم والناس بتتكلم فيه كتير، عشان كده يعني قلنا نبسطه شوية هنا. هو فعلا بيشرحها بشكل تدريجي ومفهوم. بالضبط، هدفنا نفهم سوا ايه الـ AI agents دي، وايه يعني الفرق بينها وبين حاجات زي تشات جي بي تي اللي اغلبنا بيستخدمها. تمام، خلينا نتخيلها كده زي سلم بنطلعه درجة درجة عشان الصورة توضح. اول درجة هي الاساس خالص، نماذج اللغة الكبيرة الـ LLMs. ايوه، الـ large language models دي نقدر نقول هي المخ ورا تطبيقات زي تشات جي بي تي وجيميني وكلود وكده. تمام، هي شاطرة جدا في حتة النصوص دي، تكتب تلخص تعدل كلام. الموضوع بسيط يعني، بتديها برومبت اللي هو الأمر أو السؤال، المدخل يعني. بالظبط، المدخل، وهي بترد عليكي بالمخرج اللي هو النص اللي طلبته، بناء طبعا على الداتا الرهيبة اللي متدرب عليها. أوكي، يعني زي لما أقولها اكتبي إيميل عشان أطلب ميعاد انترفيو، ده المدخل والإيميل نفسه هو المخرج. مظبوط 100%. التكنولوجيا ليها برضو حدود صح؟ طبعا طبعا، ودي نقطة مهمة جدا عشان نفهم اللي جاي. في خلينا نقول نقطتين أساسيتين لازم نخليهم في بالنا. إيه هما؟ أول حاجة إن معرفتها دي آخرها المعلومات اللي اتدربت عليها. يعني إيه؟ يعني ما تعرفش أي حاجة خاصة بينا، معلومات شخصية، مواعيد، بيانات الشغل بتاعتنا جوه الشركة، ما تعرفش الكلام ده إلا لو أنا اللي قلت لها المعلومة دي بشكل مباشر مثلا في البرومبت نفسه. بالظبط كده، إلا لو أنت اديتيها لها. النقطة التانية إنها بطبيعتها سلبية، باسيف يعني. سلبية؟ بمعنى إيه سلبية؟ بمعنى إنها قاعدة مستنية الأمر منك، لازم تديها الإنبوت عشان تطلع الأوتبوت، هي مش هتقوم تعمل حاجة من نفسها، مش هتبادر يعني. تمام، فهمت، بتستنى الأوردر. طيب لو أنا عايزاها مثلا تساعدني في تنظيم مواعيدي، إزاي أتغلب على حتة إنها ما تعرفش مواعيدي دي؟ هنا بقى بنطلع للدرجة التانية في السلم بتاعنا، الـ AI Workflows أو مسارات عمل الذكاء الاصطناعي. Workflow يعني زي خطوات شغل كده. بالظبط، الفكرة إننا إحنا كبشر اللي بنحدد للـ LLM ده يمشي إزاي خطوة بخطوة، بنرسم له الطريق. إزاي يعني؟ نرجع لمثال المواعيد. ماشي، ممكن نيجي نقول للـ LLM وزي ما اسمع. شفتوا ده بمنتهى البساطة الفيديو المعمول من اوديو بودكاست تتحول لفيديو بودكاست، وده كان اوبشن مهم جدا داخل jog.ai، حبيت ان انا اشاركه معاكم. اعذروني الفتره دي مش بركز على كل الادوات في الموقع الواحد، ولكن ان شاء الله اوعدكم قريب نرجع لنفس نظامنا في الشرح. اشوفكم فيديو قادم باذن الله تعالى، وزي ما بقول لكم في نهايه كل فيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت لو كنتم من متابعينا الاعزاء، ولو كنت بتشوفنا لاول مره ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.